ايه رأيك لو قلت لك انك مش محتاج مبلغ كبير علشان تحطه في البنك وتكسب؟ انت دلوقتي مع البنك الاهلي ممكن ب 500 جنيه بس تدخل استثمار مضمون، وكمان تدخل على سحب جوائز بقيمة 2 مليون جنيه. وعلشان تفهم ايه الشروط المطلوبة خليك معايا هتشوف كل التفاصيل. البنك الاهلي هو اكبر بنوك مصر، وعلشان كده عنده القدره انه يطرح منتجات كتيره جدا تلبي احتياجات العملاء من اول 500 جنيه. طب ازاي؟ بص يا سيدي، البنك الاهلي عنده شهاده اسمها شهاده ادخار امان المصريين، تقدر تشتريها من اول 500 جنيه بس. ده كمان الحد الاقصى للاستثمار في الشهاده دي هو 2500 جنيه، ومدتها 3 سنين بعائد 13%. وانت ممكن تشوفه عائد قليل مقارنه بشهادات الادخار الموجوده في باقي البنوك او حتى البنك الأهلي، بس الميزة فيها إنك مش هتحتاج مبلغ كبير علشان تستثمر فيها، والفكرة بس إنك مش هتقدر تاخد كارد أو تطلع بطاقات ائتمان بضمانها زي باقي الشهادات، وبيتم استرداد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة. بس لو حصلك ظروف من حقك تسترد فلوسك في أي وقت من تاريخ الشراء. ومن مميزات شهادة أمان المصريين هي إصدار وثيقة تأمين على الحياة للعميل من سن 18 سنة لحد 59 سنة وبدون كشف طبي، وفي الحالة دي بيتم سداد قيمة قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة. ولو لا قدر الله توفى المؤمن عليه بيتصرف تعويض بحد أقصى لحالة الوفاة الطبيعية 50,000، والوفاة بحادث 250,000 جنيه، وساعتها متاح استلام مبلغ التعويض في صورة معاش مضمون الدفع لمدة محددة. بس خد بالك، وثيقة التأمين بتتلغي في حالة استرداد العميل للشهادة أو بلوغه سن 60. والمفاجأة بقى إن شركة مصر التأمينات الحياة بتعمل سحب ربع سنوي بقيمة 2 مليون جنيه متقسمين على 200 جايزة بواقع 10,000 جنيه مصري صافي لكل جائزة، تقدر تكسبهم لو اشتريت شهادة ادخار امان المصريين. ولو انت شايف ان عائد 13% قليل بالنسبة لي، عندك الفرصة تختار شهادات تانية من البنك الاهلي، واهمها شهادة 19%. الشهادة دي مدتها 3 سنين وبتوفر لك عائد شهري بنسبة فايدة ثابتة 19% سنويا، والحد الادنى للشراء 1000 جنيه. يعني لو قلنا انك هتحط في الشهادة دي 100,000 جنيه، يبقى في السنة هيطلع لك 19,000 جنيه، يعني في الشهر حوالي 1580 جنيه. وعندك برضو شهادة بعائد متدرج بعائد 20% أول سنة، و 18% تاني سنة، و 16% تالت سنة. يعني لو استثمرت فيها 100,000 جنيه في أول سنة هيدخل لك 20,000 جنيه، وفي تاني سنة 18,000 جنيه، وفي تالت سنة 16,000 جنيه. وفي شهادة 19% وشهادة العائد المتدرج، أنت من حقك تاخد كارد بضمانهم على عكس شهادة الأمان. بس ما تقدرش تسترد فلوسك إلا بعد مرور 6 شهور على تاريخ الشراء، ولو خدت فلوسك قبل انتهاء الثلاث سنين بتخسر جزء من الارباح تحت اسم غرامة الاسترداد، ودي نسبة بيفرضها البنك عليك حسب ميعاد استردادك للشهادة. وعموما شهادة الادخار هتكون اختيار مناسب ليك لو معاك مبلغ مش عاوز تسيبه مركون جنبك في البيت، بس في نفس الوقت خايف تغامر بيه في اي مشروع تخسره. وفي الوقت ده شهادة الادخار بتقدم لك عائد مضمون مع البنك هتستلمه وانت قاعد في بيتك.